الخطوات، حل التلميذ واجابته، وحدد ما الصحيح وما الخطأ، ثم حاول حل المسألة على النحو الصحيح. يقول لي اكتب الصيغة العددية التالية بصيغة قياسية. اعطاني ابنائي وبناتي هذه جدول القيمة المكانية، هذا اللي هو عبارة عن الرقم، وهو تحليل رقم، يعني قام بتحليل رقم. هذا المثال عبارة عن تحليل لرقم، تحليل رقم، وهذا الرقم حلله ابنائي 6 في 100,000 و5 في 10,000 و4 في 1000 و3 في 100. عايز بيقول لي اكتب الصيغة الايه القياسية لهذا الايه لهذه الاعداد، او لايه لهذا الجدول الذي قام بتوضيحه لك. التلميذ كتب 6543. طبعا ابنائي لو نلاحظ ان هذا التلميذ كتب الرقم ولكن لم يكتب الصيغه المكانيه الصحيحه لكل رقم، يعني السته كتب السته اول حاجه، وبعد كده كتب الخمسه بعديها، وبعد كده كتب الاربعه، وبعد كده كتب الثلاثه بنفس الترتيب. لكن هنا ابنائي اخطا لانه لم يوضح القيمه المكانيه لكل رقم. يبقى ما الصحيح في اجابه التلميذ؟ نقول ابنائي الاعزاء ان هو طبعا هنا الصحيح هو فهم الصيغه القياسيه، يعني عارف ان الصيغه القياسيه بنحط الارقام جنب بعضها وهذا هو الصحيح، ولكن الخطأ في إجابة التلميذ، ما سبب هذا الخطأ؟ أنه طبعاً عدم فهم التلميذ لقيمة كل رقم، القيمة المكانية لكل رقم لم يفهمها التلميذ، لم يفهمها التلميذ، يعني الستة في 100,000 تدينا كام؟ تدينا طبعاً 6 أو 600,000، يعني الرقم يبدأ ب 600,000 ولا يبدأ ب 6,000، 600,000، 600,000 أو 655,000، ولكن هذا التلميذ 54 كما 654,000، 654,000 و300، لكن التلميذ لم يفهم القيمة المكانية لكل رقم. حاول حل المسألة بطريقة صحيحة، نعمل إما نعمل جدول أحاد وعشرات ومئات وألوف العائلتين، عائلة الآلاف، عائلة الأساس أو الوحدات، وعائلة الألوف. فبنعمل كده يا أبنائي وبناتي طبعًا، عائلة الوحدات والألوف، والستة بنكتبها في مئات الألوف، مئات الألوف، وبعد كده بنكتب طبعًا الخمسة في عشرات الألوف، وبعد كده بنكتب الأربعة في خانة الآلاف أو أحاد الآلاف. بعد كده نخش على الإيه؟ الوحدات واللي هي متمثلة في اللي هو رقم 3 300. طيب بعد ال 300 في رقم ثاني لا يوجد، يبقى لازم احط صفرين في خانه العشرات وخانه الاحاد، يبقى كده كتبت الرقم كتابه صحيحه وبينت القيمه المكانيه لكل رقم. السته بمئات الالوف، والخمسه بعشرات الالوف، والاربعه بالالاف احاد الالاف، والثلاثه ب 300 وما فيش جنب حاجه ثاني كدواتي، يبقى انا كده كتبت الاجابه صحيحه. كتبت الاجابه صحيحه. طيب تعالوا هنا بيقول لي تعلم مقارنه تلال النمله، ظلل او ضع دائره حول الارقام التي لها القيمه نفسها في كلا العددين، العدد الاول ده 14108 وده 15108. تعالوا نشوف الحاجات المتشابهه في القيمه المكانيه في تل النمله رقم 1 وتل النمله رقم 2. اول حاجه طبعا الايه؟ عشرات الالاف، عشرات الالاف 14000 عشرات الالاف، الواحد بيتشابه. نبدا في الاول من الاحاد، الاحاد 8 هنا والاحاد 8 هنا متشابه، وبعد كده وادي الميات هنا 108 وهنا يعتبر 108 متشابه كذلك. اما في عشرات الالاف فهنا 10,000 وهنا 10,000، اللي جنب على طول الرقم اللي جنبه هنا 5,000 وهنا 4,000، وهو ده الرقم المختلف، هو الرقم الوحيد المختلف دلوقتي اللي يبين لي ان هين الاكبر. فطبعا هنا الرقم ده اكبر من الرقم ده، يعني 14108 اصغر من 15108. لاحظوا معي الخمسه هنا اكبر، وهنا الاربع دياتي طبعا ايه اصغر، فهنا طبعا بنقول 14108 اصغر من 15108. هكذا ابنائي وبناتي تكون المقارنه. بيقول هنا استخدم اكبر او اقل من المقارنه، قارن بين تلال النمل بكتابه اصغر من او اكبر من او يساوي في المكان الموجود بين الصورتين. اولا عدد الارقام، اول حاجه عشان اقارن بين رقميا لازم ابنائي الاعزاء اعد الارقام، اشوف الارقام كده بعضها ولا لا. الرقم الكبير يبقى هو الكبير، او الاعداد الكثيره هي الكبير اللي بتكون اكبر، والاعداد الصغيره بتكون هي الاصغر. طب عد هنا 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، الاعداد كده بعضها. طب دي اول حاجه. الحاجه الثانيه اروح للرقم الموجود في اليسار اشوف اقارنهم ببعض، هنا ده كام؟ هنا ده ب 100,000، 100,000 وهنا ده 100,000 واحد، يعني ايه؟ ب 100,000. طب الرقم اللي بعديه ما دام متساوي اشوف الرقم اللي بعديه، ده طبعا 20,000 وده 20,000، تمام. اروح للرقم اللي بعديه ده 3,000 وده 3,000 قيمته 3,000، اروح للرقم اللي بعديه ده 900 ده يساوي 900 وهنا ده يساوي 500، يبقى 9 اكبر من 5، يبقى اذا الرقم ده اصغر من الرقم ده. لاحظوا معي ابنائي الاعزاء كما قلت لكم، لاحظوا معي هنا هذا هو التفصيل، وضحت لكم ان الرقم دواتي هنا 5 وهنا 9، يبقى الرقم دواتي اصغر من الرقم دواتي. اما بالنسبه لقيمتها المكانيه تساوي هنا دي 500 ودي بتساوي كام؟ 900. طب مين الاكبر، 900 ولا 500؟ طيب يعني يبقى 900 اكبر، يبقى ده اصغر من ده، يبقى 500 اصغر من 900، قيمتها المكانيه تساوي 900. ده بالنسبه للمثال ابنائي ايه؟ بالنسبه للمثال الاول. تعالوا نشوف المثال الثاني ابنائي الاعزاء. بالنسبه للرقم دواتي عندما نقارنه ابنائي الاعزاء، لاحظوا معي هنا دي 6 مليون ودي 6 مليون، يبقى متساويان. طب نشوف الرقم اللي بعديه، ده 200,000 وده 200,000، يبقى متساويان. طب الرقم اللي بعديه الثلاثة، ده 3 اللي هو يعتبر ب 30,000 وده 30,000 ودي 5,000 ودي 5,000، يبقى متساوي. نشوف الرقم اللي بعديه، بعد كده ده 600
78 وده 500، يبقى اذا 600 اكبر، 600 اكبر. مع ملاحظه ابنائي نسيت اقول لكم ان لازم نعد الارقام نشوفها كده بعد ولا لا. 1 2 3 4 5 6 7، دي 7 ارقام ودي 7 ارقام، يبقى كده بعد بيؤدي الى ايه؟ مقارنه بين الايه؟ كل رقم من اليسار الى اليسار ومن بعديه اليمين وبعديه اليمين وهكذا وهكذا لحد ما اصل للرقم المختلف واشوف. وجدت هنا ان الرقم 6 ده اصغر من الرقم اكبر من الرقم 5 ده، يبقى اذا الرقم ده اكبر من الرقم ده. يبقى اول حاجه عند المقارنه اولا عدد الارقام 7 كلاهما، يبقى كده بقى يبقى ايه؟ يبقى ما زلنا نبحث عن الايه؟ ان هنا الاكبر بطريقه اخرى. ثانيا نقارن بين اكبر عددين جهه اليسار، قارنا هنا دي 6 وهنا دي 6، 6 مليون ودي 6 مليون. بعد ذلك نشوف اللي بعديه، نقارن بين العددين بجوارهما يمينا، وجدناهم لجوارهما ايه؟ متساويين، اللي هي ايه؟ 200,000 متساويان. رابعا نكرر المقارنه بجوارهما يمينا اللي هي 30,000، اللي هي كام؟ 30,000 دي 30,000 ودي 30,000 ودي 5 ودي 5، 5 ايه؟ يبقى كده بقى. خامسا نكرر المقارنة يمينا متساوية، يمينا متساويان وهما 5 و5. بعد كده نخش على ايه؟ طبعا الخمسة الثانية هنلاقيها هنا 5 وهنا 6، يبقى 6 هنا أكبر، 6 هنا ايه؟ أكبر. إذا يا أبنائي الأعزاء نوضح كده ونقول إن العدد ده أكبر من العدد ده. العدد ده أكبر من العدد ده. تعالوا هنا يا أبنائي الأعزاء نعمل مقارنة بين هذين الرقمين. هنا الرقم الاول هنا 2 مليار، وهنا نعد في الاول الارقام، لازم علشان نقارن بينهم نعد الارقام 1 2 3 نلاقيهم 10، وهنا نلاقيهم برضه 10 نفس الكلام، يبقى اذا ايه؟ متساويين في العدد. نقارن بين الايه؟ الاعداد جهه اليسار. هنا 2 مليار وهنا 2 مليار، تمام، المليارات كده بعض. الرقم اللي جنب ال 2 مليار كام؟ 500,000، وهنا الرقم ده 500,000، قيمته 500,000. وبعد كده الرقم ده 450,000، طب 450,000 450 مليون هنا دي يا ابنائي 500 مليون، دي 500 ايه؟ 500 مليون، 500 مليون اكبر ولا 450 مليون؟ طبعا 500 مليون اكبر، يبقى في هذه الحاله لا نكمل ما دامنا وجدنا كبير 500 مليون اكبر، يبقى نضع علامه ان الرقم ده اصغر من الرقم ده. بنضع علامه ايه؟ كده دي ابنائي وبناتي الشروط. اول حاجه الارقام 10 و10 نستخدم نفس القواعد المقارنه، تشابه اول رقمين في خانه المليارات، اختلاف الرقمين بجوارهما ده 4 وده 5 و5 اكبر، يبقى اذا الرقم الاول اصغر من الرقم الثاني. وده طبعا قيمته 500 مليون، انما ده قيمته كام؟ 400 مليون. وده اكبر من ده بكام؟ ب 100 مليون او ب 50 مليون. بعد كده بيقول لي كون اعداد تجعل المقارنه صحيحه، املا جدول الفراغات. يعني لازم اكتب عدد هنا مكون من كام رقم؟ رقم 2 3 4 5 6 7 8 9، لازم اكتب رقم هنا يكون من 9 ارقام بشرط ان يكون اصغر من الرقم ده. عادي يا ابنائي وبنات ممكن ال 8 اكتبها زي ما هي، او عايز اخلي ده اصغر ممكن اخلي ال 8 الرقم اللي قصادها 7. يبقى هنا دي 8 مليار 8 8 مليون، دي كام يا ابنائي؟ 800 مليون، واخلي دي مثلا 700 مليون، او ممكن اخلي دي 800 مليون ودي 800 مليون اول رقم، واخلي الرقم اللي بعديها ده 90 مليون، اخلي الرقم اللي بعديه مثلا 80 مليون، اي حاجه يا ابنائي. المهم الرقم الاول يكون ايه؟ الرقم الاول طبعا ايه؟ لازم يكون اصغر من الرقم الثاني، فانا احط السبعه طبعا علشان ايه؟ بعرف، واحط اي ارقام حتى لو حطيت التسعه والثمانيه او الصفر هو هو والسبعه هي هي ونزلت الرقم كما هو، ولكن السبعه هنا اقل، 7 مليار 700 مليون هنا اقل من 800 مليون. وهنا نفس الكلام برضه بيقول لي عايز رقم بيكون اكبر، عايز رقم يكون اصغر من الرقم ده، يعني الرقم ده اكبر من الرقم اللي انا هجيبه واللي هو هيكون مكون من 9 من كام؟ 10 ارقام ايضا، لانه بالمليار. الرقم ده ب 2 مليار و456 مليون و800 الف و900 انا عايز رقم يكون اصغر من ده. عادي يا ابنائي وبناتي الاعزاء، عايز اصغر، يبقى اجيب مثلا احط ال 2 مليار وجنبها الاربع وجنبها الخمسه زي ما هي وجنبها السته زي ما هي وجنبها والثمانية زي ما هي والصفر زي ما هو والصفر زي ما هو، ولكن في خانه الايه؟ في عائله الاساس او الوحدات، بدل ما هي هنا 900 اخليها هنا 700. حتى ابنائي لو نزلت الرقم دوت 899 هيبقى الرقم ده اكبر من ده. رقم 3 اكتب كل صيغه عدديه كونتها في المسائل السابقه فيما يلي، ثم اكتب رمز المقارنه بين الصيغتين العدديتين. يعني الرقم اللي كتبته ده بالازرق والرقم اللي كتبته بالازرق الثاني اقارن بينهما، اقارن بينهما. طبعا المقارنه هتكون سهله جدا ان شاء الله، لان الرقم الاولاني ب 700 مليون والرقم الثاني ب 2 مليار، يبقى اذا ال 700 مليون اصغر بكثير من ال 2 مليار، هكذا تكون المقارنه. يبقى ال 790 مليون و 789,000 هتكون اصغر من 2 مليار و 456 مليون و 800,000 و 700. اولا نعد الارقام، الاول 9 ارقام والثاني 10 ارقام، اذا الثاني اكبر، الثاني اكبر، الثاني اكبر، الثاني اكبر، يبقى اذا 790 مليون اصغر من 2 مليار. وبكده يا ابنائي الاعزاء اكون وصلت، ولكن قبل ان اصل الى الاخر تعالوا نفكر في هذا التامل. نتامل عند مراجعه مقارنه الاعداد الكبيره، ما الاستراتيجيات التي تستخدمها لتحديد العدد الاكبر؟ استخدم الكلمات والاعداد لتوضيح افكارك. ممكن ابنائي نقول اولا عدد الارقام الاكثر تكون هي الاكبر، لو كان 7 ارقام ورقم 6 يبقى 7 ارقام اكبر، لو كان رقم مثلا 9 ارقام ورقم 6 ارقام يبقى 9 ارقام اكبر، وهكذا يا ابنائي. ثانيا عند التساوي بالارقام، لما يكون ده 7 ارقام وده 7 ارقام، مقارنه رقمين جهه اليسار من حيث الكبر والصغر، اللي الرقم اللي لقيه كبير من جهه اليسار يبقى هو كل الرقم اكبر ايه؟ حتى لو كانت الارقام اللي جنبه كلها كبيره 9. بعد كده عند تشابههما نقارن الرقمين بجوارهما، نلجا الى رقم جهه اليمين حتى نصل الى الاحاد، حتى نصل الى ايه؟ الاحاد. هذه هي الاستراتيجيات التي يجب اتباعها عند مقارنه الاعداد بعضها